بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا دايتون أوف ديلي تايمر، يعني تايمر أوف ديلي تمبوريزاتور دوروكو. هنا يعني لي سكوند، يعني الثواني، سكندز 3 مينيت 12 مينيت 24 مينيت نو 3 سكوند باردون 12 سكوند 24 سكوند 36 سكوند 48 سكوند 60 سكوند. يعني هذه فيها من 3 ثواني، 12 ثانية، 24 ثانية، 36 ثانية، 48 ثانية، 66 ثانية. وهنا عطينك مثلا هنا أرقام، مثلا هنايا خمسة، خمسة الطونسيون هنا راه خمسة، راه نوتر ماشي نوتر، ولكن ملي كتورك بحال هكا يعني هنا واحد ماشي نوتر، يعني هنا هاد سميتها غيمشي للسيس، راه ديرلك باتش بوطو هنايا، وهنايا هذا غيمشي للسبعة، ومن هنا غتجي لاليمونطاسيون. ليمونطاسيون ديال اش؟ ديال الفاز اللي هو بالكحل من 24 فولت السي تاع 240 فولت. غدخل فيزيبل، فيزيبل واحد واحد امبير، اللي رقم هو رقم جوج. ومن هنا غيدخل الكونتاكتور، ومن الكونتاكتور غيمشي الموتور مونوفازي، يعني 220 فولت 240 فولت او على حسب. هنا يعني النوتر، يعني النوتر يعني بالابيض، غيمشي رقم 3، ثم سيذهب الى البوبينة رقم A2، يعني A2، ثم سيدخل من الكونتاكتور النوتر وسيغذي الموتور، يعني المحرك. هنا رقم 1 سيذهب الى البوبينة رقم A1، يعني البوبينة الكونتاكتور. مفهوم؟ دابا قلنا هنايا هاد البيض، خيط البيض غيدخل الستة، والخيط الاخر ديال الباتش بوطون غيدخل السبعة. ومن هنا غيدخل الفاز الفيزيبل واحد امبير، ومن هنا غيدخل الكونتاكسور، من الكونتاكسور الموتور الخيط الكحل. النوتر غيدخل لثلاثة، ومن ثلاثة غيجي يدخل الكونتاكسور، من الكونتاكسور غيمشي للمحرك الموتور. ومن هنا غيجي البوبينة A2، يعني A2 ديال البوبينة ديال النوتر. وأول واحد اللي هو الروتور دي الفاز ديال البوبينة، هو الواحد اللي غيمشي الكونتاكتور. مفهومة؟ دابا A1 مازال غنشوفو، هذا باش شفناه مع موتور، غنشوفو هذا دابا مع بولا. ici nous avons le momentary on patch button dayton of delay، ça veut dire temporisateur de repos. ici le fil blanc sur le 6 patch button، voilà le fil noir sur le numéro 7. ici il y a des secondes، 3 secondes, 12 secondes, 24 secondes, 36 secondes, 48 secondes, 60 secondes. ici nous avons le phase 24 240 volts AC. Le phase va au visible 1 ampère et vers le numéro 2. Ensuite, il va rentrer dans le contacteur et va sortir et va alimenter le moteur monophase. Ici, il y a le neutre. Il y a le 3 ici, numéro 3. Ensuite, il va rentrer dans le contacteur, va sortir et va alimenter le moteur. Ensuite, le même neutre va alimenter la bobine A2 du contacteur. Le fil, le numéro 1, va alimenter la bobine A1, A1. Là, il y a une connexion ici. Pourquoi ? Il y a un smita, un khayt bid, on va le voir dans le smita. Il y a une connexion ici. C'est-à-dire que c'est neutre. C'est-à-dire que c'est une connexion avec ça. C'est-à-dire que c'est un timer qui va se dire. Et ça, c'est-à-dire que c'est visible. مع هاد الأزميتة. فهم دابا غنشوفوها عاوتاني مع بولا. كنتمنى هاد الفيديو يعجب الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. بعيد شوي. بعيد زيان دابا سيس قرب دابا ستيفن سيجل ياك. الله صافي.